طب احنا معانا مانشيت عايزين نشوفه ونرجع نكمل حديثنا تاني. المستشار عبد المجيد محمود يكشف كيف دافع عن منصب النائب العام وواجه طلب مرسي بالقبض على الإعلاميين. يعني هو صرح قبل كده ان هو كان مطلوب منه استاذ مصطفى معاه سرحت لا هو اتصل اصلا بكل القنوات وقال ان كان مرسي طالب ان هو يتم القبض عليك. قال بالاسم، قال ان مرسي ايه السبب؟ طلب مني القبض على مصطفى بكري وعدد اخر من ايه الناس. السبب؟ السبب انه اولا نمره واحد الشعار اللي انا رفعته ده يعني عمل مشكله كبيره عند الاخوان. نمره اتنين يوم 17 اغسطس تقدم المرشد العام محمد بديع ببلاغ الى نيابه شرق القاهره يتهمني فيه انا واخرين، كان محمد ابو حامد وتوفيق عكاشه، بان احنا بنحرض على احراق مقرات الاخوان. كانت حرقت في الوقت ده مقرات ميت غمره ومقرات في الهرم. فتحقق معايا في نيابه شرق في الوقت ده، وكانت مواقفي واللي انا بكتبه من مقالات عامله لهم ازعاج كبير جدا. وبرضه كان في حادثه ان حياتك قابلت المشير طنطاوي هقول لك عليها دي. وبعدين الجزئيه دي. وبعدين في الوقت ده اتصل محمد مرسي، راح كلم المستشار، خلى رئيس ديوان رئيس الجمهوريه يكلم المستشار عدنان الفنجري، دوروا على المستشار هشام بدوي ما لقوش، فجابوا المستشار تامر فرجاني مدير امن القاهره، رؤساء الاجهزه الامنيه، وقعد معاهم قال لهم النهارده الليله عايز القبض على مصطفى بكري، محمد ابو حامد، واسلام عفيفي، وتوفيق عكاشه، النهارده يتقبض عليهم. فمستشار عادل السعيد، دي روايه المستشار عبد المجيد محمود، المستشار عادل السعيد اتصل بالمستشار عبد المجيد محمود قال له في كذا كذا كذا. فقال له قول له يبطل الكلام الفاضي ده، احنا مش كده، لازم ما يتدخلش في شغل النيابه العامه، النيابه العامه لا يمكن ان تلقي القبض على اي حد الا كذا، وكان موقف رجولي الحقيقه ومحترم، وده المتوقع دايما من النيابه العامه. أتاري كل المكالمة دي متسجلة. خطر ببالي لما حضرتك طلعت بالمظاهرة يسقط حكم المرشد، كان 3 أسابيع بس. أيوة. ليه حضرتك يعني أنت تقول أنا كنت عارف إن ده هيحصل، أنا كنت يعني ليه كانت بتضرب؟ فندم أنا شفتهم في مجلس ما كانش الشعب. لسه خد وقته. أنا شفتهم في مجلس الشعب يا فندم، أنا شفتهم في مجلس الشعب. يعني سؤالي وصل، ما كانش لسه خد وقته في الحكم. ده كان من أول يوم جاي استشعار بالخطر. من أول يوم جاي عايز يأخون البلد. الرئيس عبد الفتاح السيسي اول ما قعد مع محمد مرسي في 12 اغسطس 2012 حس ان محمد مرسي عايز يعني يحتويه، قال له سياده الرئيس انا لا سلفي ولا اخواني، انا ابن المؤسسه العسكريه الوطنيه. اسقط في يده. اسقط في يده. ولما بدا يعادي المشير وعايز يحولهم للكسب غير المشروع وغيره، وقف القائد العام القوات المسلحه فريق اول عبد الفتاح السيسي ومعاه الفريق صدقي صبحي وعملوا فيلم تسجيلي للمشير طنطاوي من اول المعركه الصينيه لاخر ما هو موجود، وكان بيتكلموا ويقول المشير الفريق اول عبد الفتاح السيسي قال ان المشير طنطاوي تحمل ما تنوء عن حمله.